اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في توقعات احوال الطقس بربوع المملكه اليوم غد الاحد. غادي تظهر بعض الكتل ضبابيه خلال الليل والصباح بالقرب من السواحل، غادي تكون مصحوبه بعض السحب المنخفضه، فيما غادي يكون طقس حار بداخل الاقاليم الجنوبيه. بالنسبه للرياح غادي تهب معتدله الى احيانا قويه نوعا ما من القطاع الشمالي بالاقاليم الجنوبيه، بينما ستكون ضعيفه الى معتدله بسهول المحيط الاطلسي الشمالي من القطاع الشرقي بسفوح الجنوبيه الشرقيه. بالنسبة لدرجة الحرارة خلال الليل غادي تراوح ما بين 6 و 13 درجة بالمرتفعات، وما بين 13 و 19 درجة بالشمال، وما بين 16 و 22 درجة بسفوح الجنوبية الشرقية. أما درجة الحرارة خلال النهار غادي تراوح ما بين 23 و 29 درجة بالقرب من السواحل، وما بين 30 و 36 درجة بكل من سهول تادلة، سايس والحوز وداخل منطقتي الغرب واللوكوس. بهذا كنختموا معكم النشرة الجوية، كنشكروا لكم طيب المتابعة، في أمان الله.